هل خطر ببالك يوماً كيف سترد مواقع الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كتشات جي بي تي وبينغ مثلاً عن موضوعات خطرة كالإرهاب؟ وهل يستطيع الإجابة عن مستقبل الإرهاب حول العالم؟ برامج الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على المصادر والمنطق البشري في إجاباتها، وأحياناً تكون صريحة إلى حد يعجز عنه البشر. لذا قررنا أن نجري حواراً تفاعلياً مع بينغ، محرك البحث الخاص بشركة مايكروسوفت، ونرى كيف سيتفاعل مع أسئلتنا الخاصة بملفات في غاية الخطورة كداعش والقاعدة. ففي البداية سألنا بينغ عن كيف يرى مستقبل داعش والقاعدة ومن هو نجل سيف العدل، وكانت الصدمة على بعد لحظات قليلة حين أجاب عن السؤال بتعريف وجيز عن القاعدة وسيف العدل، مستعينا بموقع أخبار الآن كمصدر رئيسي. فأجاب بينغ: نجل سيف العدل هو خالد سيف العدل، وينشط باسم حركي هو ابن المدني في اليمن، ووصل إلى اليمن في عام 2016، ويتولى الآن مسؤولية التنسيق والاتصال بين الفرع اليمني لتنظيم القاعدة والفروع الأخرى في العالم. لذا قررنا زيادة حدة الأسئلة، وانتقلنا لسؤاله عما يعرفه عن مصطلح متلازمة طهران. فأجاب بينغ: متلازمة طهران هي الحالة النفسية التي يتعاطف فيها المخطوف مع الخاطف، وفي أحيان كثيرة يقع في حبه ويدافع عن تصرفاته. ويبدو أن هذا ما يعاني منه قادة تنظيم القاعدة، وعلى رأسهم مصطفى حامد. وهكذا علقت الدكتورة دلال محمود، أستاذة في العلوم السياسية في جامعة القاهرة، عن متلازمة طهران التي يعاني منها مصطفى حامد بعد مقتل الظواهري. فيما يتعلق بمتلازمة طهران والعلاقة الارتباطية ما بين إيران وتنظيم القاعدة رغم الاختلاف الأيديولوجي المفترض بينهما، نعم، مصطفى حامد جزء من هذه الرابطة. ربما يكون من أحق الناس بلقب متلازمة طهران. وبالنظر إلى إجابة بينغ، فنجد أنه استعان بموقع أخبار الآن كمصدر رئيسي للإجابة. وهنا يجب أن نقف قليلاً، فمهما كان السؤال معقداً أو يدور حول مجموعات إرهابية أو حتى متلازمة طهران، نجد أن بينغ، وعلى عكس محركات البحث التقليدية، فأنه يبحث عن المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت، وخاصة من المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام الرسمية، ويقرأ ما بين السطور ليأتي بأجوبة أكثر تخصيصاً للسؤال المطروح، ويترك للمستخدم المصادر التي استند إليها في إجابته.